النهارده ونطر اللترا لليترا جي. انكورا جي فين؟ امتى هنطق الجي جي وامتى هنطقها ج ج ج؟ يبقى انا عندي ج ج والج، تمام؟ زي ما هي موجوده في الانجليش برضو بنفس النطقين. تمام، اول حاجه بنطقها جي جي ج ج ج، لو جه وراها حرف الاي او الاي بنطقها جي جي. انكورا اي اي جي جي. زي ما اجي مثلا كلمه جيرو، جيرو يعني جوله. وعندي كمان جيراري يتجول، جيراري الجو. تمام، تعال نشوف حاجه ثانيه امتى بنطقها ج، لو جه وراها برضو الايه زي ما اقول جيلاتو. كوره جيلاتو، جيلاتو يعني ايس كريم. وكمان جنتيلي، جنتيلي يعني جنتل. كده يبقى خلاص الجي جي مع الاي والايه. تمام، امتى بنطقها ج ج مع كل الحروف ما عدا الاي والاي؟ زي لما اجي اقول ا او او هتبقى جا جو جو. انكوره ا او او جا جو جو. جا زي مثلا جاتو، القطه اسمها جاتو. وكمان جو جومه، الجومه احنا اصلا الكلمه دي واخدينها من الايطالي لان هي في الاساس اسمها ممحابس، احنا بنقول عليها جومه. وكمان عندي جو زي جوانتي، جوانتي جوانتي اسمه جوانتي، دي كلمه برضه احنا واخدينها من الايطالي لان هو في اللغه العربيه اسمه قفاز. تمام كده؟ تمام، هل مع دول بس؟ لا، احنا قلنا مع كل الحروف، مش شرط مع الاو الاو والاو بس، احنا قلنا مع كل الحروف. تمام، اي حطي بقى اي حرف تاني. طب لو حطيت الاك زي كده هنطقها ايه؟ هتبقى جي. برافو. ج ج ج جي. اونجيا، اونجيا يعني ضفر، اخدنا بالنا جي. تمام، عندي كمان فونجي، فونجي اللي هو عش الغراب او المشروب بنقول عليه فونجي ايطاليا. تمام، ولو جاء وراها اكا ايه بقى زي كده هنطقها سي. جي ج ج ج جي، زي لما اقول سباجيتي. جي، واخدين بالنا؟ جي سباجيتي. كمان عندي مارجريتا، مارجريتا اللي هي بيتزا مارجريتا. تمام، طب ركزوا معايا قوي كده، لو انا كتبتها كده هنطقها ايه؟ ها؟ برافيسيمي. ج ج ج ج عشان في حرف الاي وجي وراها الاف هنطقها جا. يبقى انا لما الاقي الاي موجوده في النص هنطقها، بدل ما كنت بقول جا هقول جا. طب لو جه بعدها اي او هقول جو، ولو جه وراها اي او هقول جو. تعال نشوف مثال. جا زي لما اجي اقول بيجاما، بيجاما اللي هي البيجاما. تمام، ولو جه او اي او طبعا هقول جو زي اورلوجو، الساعه اسمها اورلوجو. طب واخر حاجه لو جه الاي او هنطقها جو زي جوديتشي، ديتشي يعني القاضي، القاضي اسمه جوديتشي. تمام، خلصت الجي، خلصت الجي، وقلت كمان التكات اللي كانت شبه التشي وخلاص. بس فاضل بقى نقطه تزيد شويه عن التشي الجديده هنا، انتظرونا بعد الفاصل. تشاو راجاتسي، رجعنا لكم تاني ببرنامجنا فاتشلي فاتشلي وقناتنا امبارا كون سارا. ايه هي التكات اللي فاضله لنا بقى في لاليترا جي؟ خلي بالكم كويس جدا من اللي هتشوفوه دلوقتي. لو جه بعد الجي حرف الام او جه بعد الجي حرف ال وراها اي، ما الجي هنا اسمها موطة، موطة يعني سايلنت ما بتتنطقش، فبتبقى نطقها ني 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 اكيد بخنف فيها سنه كده ني ني. زي لما اجي اقول سينيوري، سينيوري يا استاذ يا سيد، لو بتكلم حد في الشارع بقول له سينيوري، بيرفابوري لو سمحت من فضلك، فبقول سينيوري. وبرضه سينيورينا، سينيورينا يعني أنسة لو سمحتي سينيورينا. تمام، وبنطقها كده جي ال اي فبتتنطق لي، لي ما بقولش لي بس بقول لي، لي زي فاميليا، فاميليا العيلة، فاميليا. تمام، وكمان بوتيا، لي بوتيا. هتقولي طب احنا هنعرفها ازاي دي بقى؟ هقول لك خلي بالكم كويس جدا، دي بتعرفوها مع الوقت مع الكلمات اللي بتعدي علينا، بس تخلي بالكم كويس جدا ان الجي لو جه وراها ام او جه وراها لي ما بنطقهاش، فبقول ني او بقول لي. بس كده تكون خلصت معانا لليترا جي، وخلصت كمان حلقتنا النهارده.
وما تنسوش لو عجبكم الفيديو شير سبسكرايب، وقولوا رأيكم كومنتاتكم.